مبل 102 ودرب شلتا تور دي فرانس تمال عريف دهر معل لوم يسران كلتا حمله مبل عصرته شو عت مدرخو السلاسلوم دانيال تخلاي مانوت مبل عصرته كلته مرهو قدس دما مبل عصرته اربعه درجه وصي مالو نمرو تستو امال اللي ازارز كبرتات قدم بشكلتا ايرترا كان مدرخ نمدرخ التور دي فرانس النعبي متصالوم 161 حدن كيلومتر بشفنه مبل 10 شوعات مدرخ تور دي فرانس ايرترا وين تقلدمتي دانيال تخلايمانوت المرهوي قدوسن مستا 28 تن ابالات حيزا استفنجلت غوجيله بموصا نلعلي 120 كيلومتر توقعيزوم دانيال مبل 10 تخلته مرهو دما مبل 10 ربعه درجه بمحز وددرون فصيموم بزوصي تحقيزو دانيال بهول الجيزيو كان مبل 50 كلتن نمبل 40 حدن كديبن كلو كلب ام تي ان بوصي تشعي درجه زحز بلجماوي سيرج باوليس مرهون دانيال انتحقيزا ناي كال اي درجة بوت اكتو حسن كلا بكلب موفي ستار تنسي فلات سنح ناي عسرا دو فللي نبع عسر تشدشتا كتور دوون كي الالام بزي كاز دانيال ابكت اليا ماليا زنبرو سلاسان شعات النتبي نبع حمسان حدن بمدياب مبل عسران كلتان درجة حيزلوم كلب ام تي ان كوبيكا ناي قانتا ناي جيزي ود الدر نمعك ابن تتخائلو دما نتا ابكت مي ازنبرت موفي ستار نمقدام سلسة تقرا دمتا كلت يوم ايرتراوين بلجماوي سيرج باوليس بمهداميا ناب ناي مودة تحنصاص وعزام أميتن عسرتن كيلومتر أبستخيادة نايك أصبتا وددر داني إلم مرهاون تمراري حوم شاب عين شام ناين درجة بمحاز بدمر عسر تحموش نتبي أو هلي لوم إزي مستاق قديمو داني إلز مزقبو سلاسان شعاتن نتب تدميرو إرترا أور لطور نتبة نابا حمسان أربعة كريبز قبره موتيوم This is Thibaut Pinot at the front with the MTN Quebec boys just behind and they're revving it up again as well here As Kudos is the man, the youngest man in the race, is trying to counter the move of Matthias Frank. There as Pino comes around the corner and Pino is thinking about the descent which lies ahead and it's Kudos once again has seen the back wheel of Thibaut Pino. Just 21 years of age, that rider there, Phil. He's ridden a Grand Tour before. He rode the Vuelta a España. I thought it was a bit of a tough call to bring him to the Tour de France as... جرمناوي تقدمي سايمون جيشكا دحرزا نايك قصبتا وددر مولي قبموطا نلعلي 45 كيلومتر بين توقع عيزو كدامي كوين بمعوات نتي كدم حجي أبزر قابون شارشاي درجة زحزو زبالة صوت سيتو بكحس بوزات اقمو ناي تور دي فرانس عوات درعيوام كال اي امريكاوي اندو تاليانسكي سال سايد ما كولومبياوي روغبرتو اوران كوينم حنصات رقيتوم ارتروين تقدم تي مرهوي كدوسن دانيال تخلاي مانوتن ابزي ابترير عقب استزازمه مبل عصر تشوعات مدرخ كلمتهم نبيتش اماليا زكالو سوزلو سميات تقدم تي مبل عصر تغلتن عصر تربعة درجة محزوم كلب ام تي ان نستي تاش عيد درجة زحزة كاد تقدا دامي سيرج باوليس زي مزقبو وتسيت توسيخو نملا حبرة سبك ردم بشكلة عالم زقر ما وتسيت ام مزقات تركب اللام مربا بحبرة سايكلي نيوز دوت كوم دحرز وتسيت ام تي ان وتسيتان مسيس وصوياوي فترة استاسا سري كتبل اذا بعدم فالمايا ابتور تركب قانتا عقما قلبوتي كتبل اتا مربا بحبرة وسيخة اسفيرة تركب What about team MTN Quebec? Three riders from MTN Quebec. Getting into the breakaway. The two riders from Eritrea, Mahawi Kudus, Daniel Tekle-Hymenot, and of course the Belgian rider Serge Pauwels. It's a very good move. They moved into second place in the team race the day before the rest day. And now the two teams that are one and two are Movistar and MTN Quebec.
and both got three men in the front group. أبزي نايلوم مدرخ بولول جيزي سالساي درجة حيزوز أتوى أمريكاوي تي جي فانغاردن بحمام تسوطا كوكوارس انكلو ألبرتو كونتادور دما أب كبيت انك أغزحاتتهم كل كل بموداقو بشكل تاب مبلشاون وهلول جيزيو كاب بيجا نابشود شدا أربعة كاريتن ديبوم بزر ما وددر بيجا ماليا أبزمت سلسة مدرخات أمونغو نايكل تغانتا تقردم تي كريس فرومن جران توماسن كاب كلب سكاي كومد ما نايرو كينتانان أليهاندرو فالفيردن كاب كلب موفي ستار كتحت سريام بيشان نعقب ماليان مس فروم سعدة مس كوينتانا كتليا مس بيتر ساغان بمخان أبني حموس مبل عصر شمونت مدرخ كأتوين